متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بكم وتغطيه خاصه لمباراه السوبر المصري ان شاء الله اللي هتقام بكره الجمعه الساعه 7 مساء على ملعب هزاع بن زايد بمدينه العين في ابو ظبي، واللي بتجمع بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في قمه جديده للكره المصريه. النادي الاهلي هيظهر بكره ان شاء الله بطقمه الاساسي، التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، ونادي الزمالك هيظهر بالطقم الثاني او الطقم الاوي، التيشيرت الازرق والشورت الازرق. خلينا بس يعني في الساعات الاخيره السوشيال ميديا كلها بتتكلم على لون تيشيرت نادي الزمالك، بالفعل نادي الزمالك بيمتلك افضليه على النادي الاهلي لما بيلعب بالتيشيرت الازرق. 5 مواجهات سابقه جمعت الاهلي والزمالك الزمالك كان بيلعب بالتيشيرت الازرق، ونادي الزمالك قدر يكسب يعني 2017 المره الوحيده اللي نادي الزمالك خسرها كانت قدام النادي الاهلي 2-0 في الدوري، لكن ال4 مواجهات التانيين نادي الزمالك اتعادل مره وكسب 3 مرات، مره منهم كانت نهائي كاس مصر، دي كانت اول مره بيظهر بالتيشيرت الازرق في نهائي كاس مصر 2015 نادي الزمالك كسب 2-0 في نهائي الكاس، بعدها في 2017 النادي الاهلي كسب 2-0 في الدوري، كل ده بالتيشيرت الازرق بتاع نادي الزمالك. في 2020 التعادل بدون اهداف في السوبر على نفس الملعب، ملعب هزاع بن زايد، ونادي الزمالك بعد كده قدر يكسب بركلات الترجيح. 2020 مره ثانيه نادي الزمالك بيكسب 2-1 في نهائي كاس مصر، وفي 2022 التعادل الوحيد اللي كان نادي الزمالك لابس فيه الازرق وانتهت المباراه بالتعادل 2-2. بكره ان شاء الله مواجهه جديده بين الاحمر والازرق بدلا من الاحمر والابيض، يا ترى السيناريو هيمشي ازاي؟ المباراه هتمشي ازاي؟ لكن نادي الزمالك بيمتلك افضليه نسبيه باللون الازرق. معانا على الهاتف الكابتن وليد ماهر مراسلنا المتواجد حاليا في ابو ظبي لتغطيه مباراه السوبر، الناقد الرياضي الكبير طبعا. مساء الفل يا كابتن وليد. لا انا مش ناخد رياضي كبير، ده يعني انا ناخد رياضي على قد. صباح الخير حبيبي يا كابتن، صباح الفل عليك يا كابتن. ايه الاخبار عندك؟ يعني طمنا كده على الاجواء ومعسكر الفرقتين والمؤتمرات الصحفيه بتاعت ليله المباراه، يعني في كلام كتير محتاجين نعرفه منك يا كابتن. طبعا يعني تعرف المؤتمر دلوقتي خلاص يعني قدامنا نص ساعه وهيبتدي مؤتمر نادي الزمالك، بيليه على طول مؤتمر النادي الاهلي، وكده هيبقى في بعض ندوات هتبقى موجوده برضو في المكان اللي هينعقد فيه المؤتمر داخل استاد هزاع بن زايد، هيبقى في مؤتمر عن نبذ التعصب وهيشارك فيه طبعا اساتذتنا في الصحافه الرياضيه استاذ حسن مستكاوي واستاذ فتحي سند واستاذ محمد سيف. في ندوه ايضا عن الاستثمار في الملاعب هيكون فيها موجود الاستاذ سيف الوزيري والاستاذ احمد دياب. بالتاكيد يعني احنا طبعا منتظرين كلام مستر فريرا، وهيكون طبعا معاه احد اللاعبين، ما اعرفش بقى هيكون عمر جابر هيكون لاعب تاني، لكن هو المفروض يكون كابتن الفريق او اي بيختاره من الجهاز يعني بيقرره المدير الفني. يمكن اهم يعني كل دلوقتي بيستعد للمؤتمر الصحفي، لكن بالتاكيد الكل بقى عايز يعرف اخبار الفرقه والتدريبات وكده. طبعا التدريب النهارده هيبقى على الاستاد الرئيسي هزاع بن زايد، قبله التدريب هيبقى مفتوح للاعلام لمده ربع ساعه. بالتاكيد المؤتمرات هنا عصام برضو فيها يعني تتسم بالانضباطات، الساعه 2 2 وثلث يخلص، يعني مفيش حاجه بقى اسمها مؤتمر صحفي يقعد بقى 25 دقيقه او نص ساعه والكلام ده كله. فطبعا دي حاجه مهمه، ويا ريت ان شاء الله ان احنا يعني يبقى عندنا نفس الانضباط في مواعيد في مؤتمراتنا الصحفيه في مباريات الدوري الممتاز. كان في كلام طبعا في معسكر الزمالك عن تاثير وصول عمر جابر وعمر السيسي متاخرين عن بعثه الزمالك 24 ساعه، عارفين ان هم كانوا موجودين معانا يعني على نفس الرحله اللي احنا مسافرين فيها عمر جابر وعمر السيسي، لكن ما قدروش ان هم يسافروا مع الفرقه. هل ده تاثير هيكون عمر جابر ما يكونش موجود من بدايه المباراه؟ ده يعني هيبان خلال ال 24 ساعه الجايه. نفس الكلام عمرو السيسي، يعني ان عمر جابر انت عارف هو لاعب اساسي لكن بيعتمد عليه فريرة في الفتره الاخيره بيبدا المباريات، لكن عمرو السيسي يعني ما بداش، هو بيشارك لسه على فترات قليله في المباريات. ده بالنسبه للزمالك، الزمالك عنده مشكله واحده بس في لاعب
خط اللوجستيك وده اللي لسه ما استقرش عليه فريرا، مين هيكون موجود فيه؟ شيكابالا هيكون موجود فيه، تعرف طبعا الزمالك هيغيب عنه ناداي اللي هو كان بيلعب في المكان ده، وطبعا اكيد كتير اللاعب الثالث بقى اللي هيكون موجود في هذا المركز هو اللي بيشغل تفكير فريرا في الوقت الحالي. تمام يا كابتن. يعني دي يعني عمر جابر وصل متأخر وعمرو السيسي لسه لحد دلوقتي الموقف مش واضح بشأن مشاركتهم، سواء يعني عمر جابر اللي بيلعب أساسي دايما هيكون موجود بكرة ولا لا، وعمرو السيسي لسه برضه ما بدأش بشكل أساسي مع نادي الزمالك فبنسبة كبيرة أكيد مش هيكون موجود. هل تتوقع وجود أي مفاجآت في التشكيل ولا هو طريقة اللعب المعتادة اللي اتعود عليها فيريرا لا في الفترة هي اللي فاتت؟ 3 4 3، هيعود حسام عبد المجيد عصام كلاعب اساسي، عبد الغني هيبقى موجود والمسلوسي هيبقى موجود، دول الثلاثه اللي في قلبي الدفاع اللي بيعتمد عليهم فريرة في الوقت الحالي في ظل غياب طبعا الونش، ربنا ان شاء الله يشفيه ويرجع بسرعه للملاعب، لكن ده الثلاثي الاقرب. الزناري يعني انا شايف يعني هو فريرة شايف ان حسام عبد المجيد الثلاثي ده هيبقى اقرب ان هو يكون موجود، ان هو حسام عبد المجيد مستواه فعلا عصام في خلال الفترات الاخيره بيقدم مستويات جيده جدا تؤهله كمان ان هو ما يشاركش مع المنتخب الاولمبي بس، لا انه ممكن يلعب كمان مع المنتخب الاول. النقص العددي اللي هيعنيه بسبب عدم محمود حمدي الونش. طب نروح بقى لحته الاجتماع الفني النهارده والتيشيرت الازرق، يعني احنا هنا في مصر مش عايز اقول لحضرتك يعني الدنيا عامله ازاي على كلام على التيشيرت، يعني خطف الانظار من المباراه نفسها. الموضوع في المعسكر بقى، معسكر نادي الزمالك ومعسكر النادي الاهلي والاجواء في ابو ظبي، يعني الموضوع متاخد ازاي هنا؟ لا ما هو التيشيرت الازرق ده عصام اللي بيلبسه الزمالك ده على طول السوبر، وانت عارف كده حتى السوبر اللي فات انا كنا موجودين هنا والزمالك لعب في التيشيرت الازرق. ما اعرفش يعني ممكن تكون باب التفاؤل الزمالك بيحب يلعب بالتيشيرت الازرق، ده الكلام اللي بيتقال هنا. لكن بالنسبه للاجواء يعني الاجواء طبعا جماهير ابتدت تتوافد على طبعا على ابو ظبي وعلى دبي وعلى العين، بس طبعا العين طبعا فيها الحجز فيها صعب جدا، فكله هيجي الجماهير اللي جايه سواء اهلي او زمالك هتبقى جايه من ابو ظبي او من دبي. المسافة بتكون قد ايه هتبتدي بقى تقريبا؟ اجواء يعني تسخن بقى شويه هنا في مدينه العين ان شاء الله بكره الساعه 7. انت عارف الاستاد، يمكن احنا قلنا كشفنا في يوم قبل ما نسافر اماكن دخول جمهور الزمالك والاهلي وقلنا البوابات الدخول وكده، لكن كان في حاجه بس ان انا نسيت اقولها ان هنا ما حدش بقى بيجي قبل الماتش عصام بثلاث اربع ساعات والكلام ده، الماتش الساعه 7 او بوابات تفتح الساعه 7 تقفل الساعه 9. تفتح 7؟ ما فيش بقى نعم تفتح 7؟ تهيألي قبل كده بشوية. تفتح 7 الماتش بتوقيت الامارات الساعه 9 هنا بتفتح 7 يعني قبل المباراة بساعتين. قبل المباراة ساعتين من 7 تقفل 9. تمام. يعني جيت بقى 9 و5 جيت 9 ودقيقتين كل سنة طيب. أهم حاجة إن هي يعني وقت الدخول الجماهير للملعب وقت قليل، مش بيجي بقى قبل ماتش بثلاث أربع خمس ساعات، يعني تضيع وقت طويل في إن هو يبقى موجود في الإستاد، يعني ودي حاجة مهمة أرجو إن هي برضو إحنا يعني نطبقها في الفترة اللي جاية. هل في أي أنشطة ممكن تحصل قبل صافرة البداية للجماهير اللي موجودة أو أي احتفالية صغيرة ولا حاجة ولا مفيش تجهيز؟ لا يعني لسه ما طبعا انت عارف مجلس ابو ظبي لسه ما اعلنوش عن اي حاجه في الاطار ده، احنا كنا سمعنا فعلا ان هيكون في حاجات خاصه الاعلان عنها لم يتم حتى الان، يعني منتظرين اول ما نعرف ايه اللي هيتعمل بالنسبه لو في بعض الامور الخاصه بالجماهير نبقى متابعين على طول ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا الاجواء هناك بتبقى اجواء مختلفه تماما، يعني المصريين المغتربين المتواجدين هناك اكيد يعني التذاكر كلها خلصت دلوقتي. لا ما التذاكر دي دلوقتي يعني ايه انت يعني في صعوبه بالغه انك تلاقي تذكره، يعني حتى الدعوات يعني تسال على دعوه يقول لك والله يعني فصعب، يعني في السوق فعلا مفيش اي تذاكر خاصه بالمباراه، حتى طبعا انت عارف انها بتتحجز اونلاين فالاونلاين كله خلص، ما فيش ولا تذكره، انت عارف ساعه الاستاد طبعا عارف ان هي 25000 متفرج مقسومين بالنص بالظبط 12 ونص و12 ونص للاهلي و12 ونص للزمالك، ويعني خلاص قدامنا بالظبط ثلث ساعه او
تبقى موجودين داخل المؤتمر الصحفي، نقول لكم بقى ايه اهم تصريحات فيريرا قبل المباراه، ونفس الكلام كولر قبل المباراه. يعني احنا منتظرينك يا كابتن، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره، وان شاء الله يعني كل اللي موجودين في الامارات يرجعوا لنا بالف سلامه. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن وليد. رأسهم. شكرا. بشكر حضرتك. دي كانت يعني كواليس والساعات الأخيرة من أبو ظبي قبل مباراة القمة. إن شاء الله بنفكر حضراتكم المباراة بكرة الجمعة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة و9 مساء بتوقيت أبو ظبي، عشان بس ما نتلخبطش زي ما حصل مع كابتن وليد. إن شاء الله المباراة تكون تليق باسم الكرة المصرية وباسم القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، وإن شاء الله تخرج المباراة تكون ممتعة ونستمتع بيها جميعا. بنشكر حضراتكم على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في تغطيات جديدة.